ياسر يصوم، ماذا في الصيام؟ ياسر يا جماعة يعني فضل الله سبحانه وتعالى ذكي يميز يعرف، كان يجي على أمي. يعني أكثر الله يا جماعة من عانى مع ياسر هي الوالدة، ادعوا لها يا جماعة، ادعوا لها أن الله يشفيها ويعافيها. شال يا جماعة كان يجي يقول ليش إشارة، طبعا لكن أنا أقول لكم عندكم أنتم أيام في السنة البرنامج تغير، وإن شاء الله إيش شهر رمضان يعني أول في غداء في فطور في قهوة العصر نشرب ماء، الحين لا شوفك مرة ليش. فتقول لأمي صيام من نصلي كذا يعني إيش الفجر إلى كذا المغرب، لا ما تأكل شيء. فعند الإفطار يكون جالس جنبي أو جنب الوالد أو أحد إخواني أو أمي، فنأشر له يعني حركة نقول خصفت الحين بالقدر. الشاهد في يوم من الأيام، وهذه رسالة إلى كل من يعصي الله في الخلوات، رسالة إلى كل من جعل الله أهون الناظرين إليه. ياسر قال خلاص بصوم معكم، الله يا جماعة يصوم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، يوم من الأيام كان نائم ما تسحر معنا، كان نائم بعد الفجر بعد الصلاة جينا في الغرفة، وإذا ياسر يا إخوان داخل الغرفة مسكر الباب متغطي بالطانيتين وقاعد يأكل، يعني موقف فيه من الطرف لكن فيه شيء من العبرة، قاعد يأكل. نرفع عنا الغطاء وإذا ياسر يا إخوان قاعد يأكل. تسأل أمي ليش تأكل؟ شو يقول يا جماعة؟ يأشر بأصبع فوق يقول عشان اللي فوق ما يشوفني، يأشر بأصبع فوق يلنا في الإله لكن يقول عشان اللي فوق ما يشوفني. ياسر كان عنده نظرة قاصرة، طبعا إن إذا تغطى بطانية الله ما يشوفه، وما ينام يا جماعة لأن ياسر ما سمع القرآن ولا قرأ القرآن، ما يدري إن الله من اسمه إيش العليم. ياسر ما يدري إن الله من أسماءه السميع الرقيب الخبير، لكن أنت تدري إن الله من أسماءه الرقيب، ولكن تعصي في الخلوات. أنت تدري إن الله من أسماءه العليم وتعصي، تدري إن الله من أسماءه الخبير وتعصي. لو الآن ذكر ياسر موقف يجمع موقف قديم يذكر إلى الآن، شوف الآن شو يسوي لما ذكر موقف يا أخوان. شوف يا إخوان تعمل ضحك، ليش ضحك؟ ها؟ يعني كأن لسان حاله يقول كيف أنا كنت أول أختبئ أمام الله سبحانه وتعالى. هنا ياسر يضحك يا جماعة نفسه الآن بعد 16 سنة يقول يعني ليش أتغطى أول؟ يعني ما يشوفني، يضحك على نفسه. لكن الواد الله خير وأنا علمته قلت له حتى أنك تغطى حتى أنك تجيب أي شيء فالله يشوفك، ومن هذا اليوم يقعد عيد كل في الحضور عيدك الله يوفقكم. يقول شوف يا اخوان ياسر والله يحس يا اخوان براحه عجيبه، بس مبسوط جماعه لان هذه مجالس عظيمه مو بس لك وليا، لا حتى هو يقول انتم كلكم زين، يقول لكم اجلسوا ياسر يدعيكم يا جماعه جميعا، ادعوا له يا جماعه ان الله يرزق الزوجه الصالحه اللي تقبل فيه